السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من مادة الكتابة الإعلامية. النهاردة إن شاء الله إحنا هنتكلم على مجموعة من العناصر المهمة في محاضرة النهاردة. إحنا هنتكلم على مبادئ التحرير التلفزيوني، وإيه هي إيه هو تعريف التحرير التلفزيوني وأساسياته، نتكلم عنه بشكل مفصل، وهنتكلم عن خصائص التحرير التلفزيوني، إزاي إن أنا أحرر أو أكتب محتوى للتلفزيون، وآخر حاجة نتكلم عليها سمات الخصوصية لتكنولوجيا التلفزيون، التكنولوجيا للتلفزيون، يعني هنتكلم عن إيه السمات اللي بيتسم بيها التكنولوجيا للتلفزيون، وايه بالظبط بيتميز بايه، وايه بالظبط الحاجات التقنية اللي بيتميز بيها التلفزيون. طبعا في البداية هنتكلم عن مبادئ التحرير التلفزيوني، هنتكلم عن ده بشكل تفصيلي. المفترض ان طبعا زي ما حضراتكم خدتوا في المحاضرات اللي قبل كده وقلنا في المحاضرات اللي فاتت، يعني ان كل وسيلة إعلامية ليها سماتها وليها خصائصها اللي لازم عشان حضرتك تكتب لها كتابة محتوى إعلامي للوسيلة دي. كل حاجة ليها، كل وسيلة ليها سماتها وليها خصائصها وليها عيوبها وليها السمة أو الخاصية أو الميزة اللي بتميز بيها أو بتختلف عن باقي وسائل الإعلامية الأخرى. زي ما احنا قلنا قبل كده، مثلا قلنا ازاي انا اكتب لي محتوى الكتروني او ان انا وسيله اعلاميه الكترونيه، ازاي انا اكتب للصحافه، وهكذا. يعني كل حاجه بيكون ليها سماتها وخصائصها المتميزه بيها او التي تنفرد بها. عندنا التقنيات طبعا في التلفزيون في تطور رهيب جدا في التكنولوجيا اللي بيشهدها الوسيلة الإعلامية في التلفزيون بشكل عام. طبعا من حيث برامج الإنتاجية اللي بتعملها، إذا كانت برامج ثقافية، إذا كانت برامج ترفيهية، حتى على مستوى الإخباري ونشرات الأخبار. يعني هتلاقي حضراتكم في كمية من التقنيات الحديثة اللي ظهرت مؤخرا في خلال مثلا ال10 سنين الأخرانيين مثلا، حاجات حديثة جدا ومتطورة جدا وفوق اللي لا يمكن انت ممكن في الايام تتخيلها. لو انت حضرتك شغال في وسيلة اعلامية تلفزيونية، هتلاقي مثلا زمان قبل ال10 سنين دول كانت حاجات تقنية قليلة جدا مقارنة طبعا باللي موجود دلوقتي. ده بالنسبة للتلفزيون. طبعا عندنا هنا فيها المنافسة مهمة جدا يا جماعة، عندنا في شراسة في المنافسة، عندنا المنافسة ما بين مجموعة من وسائل الإعلامية، نفس الوسيلة نفس النوع نفس الإمكانيات بلس الوسائل المختلفة التانية. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا إن وسائل الإعلام التلفزيونية بين المحطات وبعضها، بين عندنا طبعا في تصنيف ما بين الملكية، يعني عندنا في وسائل إعلام تلفزيوني خاص وفي حكومي او اللي بتدعمه الدوله، في مثلا في اي دوله من اللي حضراتكم موجودين فيها، مثلا عندنا في مثلا وليكن اكزامبل في مصر، عندنا في وسائل او محطات تلفزيونيه خاصه تمتلكها مثلا افراد او شركات او يعني مستثمرين، وفي عندنا وسائل اعلاميه بتمتلكها الدوله، يعني مثلا او قطاع المهم او الكبير في الدوله بتهتم بيه الدوله، ويكون مثلا عندنا تلفزيون ده مبنى مثلا ماسبيرو لو حضرتكم تسمع عنه، هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون او مبنى التلفزيون الحكومي. ولكن طبعا في عندنا مدينه الانتاج الاعلامي، طبعا لو حضراتكم متابعين في عندنا قنوات خاصه كتير، في عندنا قنوات تابعه لشركات، في عندنا قنوات تانيه تابعه لمؤسسات خاصه، وهكذا. في عندنا وسائل اعلاميه تلفزيونيه او محطات تلفزيونيه تبع الدوله تبع الحكومه يعني، تمام. طبعا ده منافسه بينها وبين نفس النوع. طب ما بالك بقى يكون عند حضراتكم وسيله اعلاميه بتنافس وسيله اعلاميه تانية ولكن نوع مختلف. يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا في ويب سايتس
في مواقع إخبارية، في عندنا مواقع، في عندنا راديو زي ما حضراتكم خدنا قبل كده، في عندنا برضو الوسائل الإعلامية المختلفة، حتى بقى عندنا فكرة الخصائص والبث المباشر وكل الحاجات دي، كل دي تطورات تكنولوجية رهيبة رهيبة. احنا مثلا يعني من حوالي سنتين ثلاثة ما كانش ممكن حد مننا يتخيل ان ممكن حضرتك تعمل بث على اللايف او الهواء مباشرة زي التلفزيون بالظبط من موبايل حضرتك العادي على الفيسبوك مثلا او على انستجرام او اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي بتدعم فكرة خاصية اللايف او البث المباشر. فطبعا ده بقى فيه منافسة رهيبة جدا ما بين هذه الادوات التقنية الحديثة وما بين المقارنة ما بين وسيلة ووسيلة إعلامية تانية أو المنافسة، وفي نفس الوقت ما بين وسيلة الإعلامية ونظائرها أو زيها في على مستوى الملكية ما بين خاص وما بين حكومي. كل الحاجات دي طبعا بتتنافس فيها وسائل الإعلام التلفزيون. عندنا عايزين نعرف في البداية بقى قبل أي شيء إيه هو التحليل التلفزيوني وايه هو تعريفه وايه اساسيات بقى التحليل التلفزيوني. هنا زي ما قلنا في المحاضره قبل كده، هنا التحليل التلفزيوني او الكتابه للتلفزيون، فاحنا نقول مصطلح الكتابه للتلفزيون او التحرير للتلفزيون. تمام. طيب ايه بالظبط التحليل التلفزيوني ده عباره عن ايه؟ ممكن يكون في تعريف بسيط جدا ومبسط جدا يقول ان هو عباره عن اعاده صياغه ما توفر للمحرر التلفزيوني من معلومات واحداث واخبار، برضه في نفس الوقت اختيار الصور المناسبه ليه من مصادر طبعا مختلفة، وكالات مصورين خاصين بالوسيلة الإعلامية دي أو إلى آخره، وتقديم طبعا على حسب السياسة التحريرية للمؤسسة وتقديمها للجمهور. ده بيعتمد زي ما احنا قلنا إن شاء الله هنتكلم على السياسة التحريرية بشكل عام في محاضرة خاصة. أي سياسة تحريرية للمؤسسات بتعتمد على إيه وخصائصها وإيه بالظبط الهدف منها وإلى آخره، بس إن شاء الله في محاضرة خاصة بيها يعني. طبعا انت يبقى عندك كمية من المحتوى المكتوب وفي نفس الوقت المحتوى المصور. طبعا انت بتعمل مادة مثلا وليكن تقرير اخباري عن لا قدر الله حادثة معينة، فحضرتك بتعمل ده بيجمع المعلومات والاخبار والاحداث اللي عندك وتبتدي تعرضها. طب انا مثلا فنفترض مش عاوز اظهر ان لو انا مثلا يعني لو انا بتكلم على التحرير بتاع التلفزيون بقى هنا انا عايز احرر، طب انا دلوقتي السياسة التحريرية المكان ده اللي هي الوسيلة الإعلامية دي أو القناة دي تابعة للدولة. تمام؟ هنا بتختلف الصياغة تماما، السياسة التحريرية هنا بتختلف، يعني مثلا لو في حادثة على طريق وكان في مشكلة أو في عيب هندسي في الطريق، فحضرتك ممكن من خلال السياسة التحريرية بتاعتك إن أنت ما تقولش إن ده نتيجة عيب في الطريق. ممكن تقول إن حادثة حصلت نتيجة السرعة والتصادم وإلى آخره، معلومات معينة، بس ممكن تتغافل عن حاجة معينة في المعلومات اللي عندك وما تظهرهاش في المحتوى بتاعك اللي هتعرضه. طبعا لو انت مثلا ملكية هنا ملكية مختلفة، ملكية للدولة مثلا او للمؤسسة دي تابعة لتلفزيون الدولة مثلا، مش يعني الحكومة مش عايزة تبين ان عندها مشكلة مثلا في اي دولة من ما يعني. تمام. طيب حد تاني او وسيلة اعلامية تانية او قناة تلفزيونية تانية بتعمل برضو تقرير اخباري او متابعة خبرية عن الحادثة دي، هنا بقى السياسة التحريرية بتختلف. السياسة التحريرية في المكان ده مش محاباة او ان هي تكون يعني هتصم اذانها عن العيوب اللي موجودة في الطريق، عيوب هندسية القنوات التلفزيونية الحكومية ما عرضتهاش، هي عندها المعلومة ولكن ما قالتهاش، هنا بتغفل حاجة عشان خاطر تحقق حاجة معينة. لكن القناة التلفزيونية الخاصة قالت لا، احنا لازم معيارنا ان احنا نقول كل المعلومات ونعرض كل التفاصيل على الجمهور علشان نقدم مادة تحريرية متكاملة وايه محتوى يتمتع بالمصداقية وكل الاشكال. هنا طبعا ده بيتوقف على السياسة التحرير المكان. السياسة التحرير المكان لو هو مش هي يتجنب انتقاد الحكومة زي المؤسسات الحكومية او القنوات التلفزيونية الحكومية التابعة للحكومة، ف مش هتجيب سيرة الخطأ الهندسي ده، ولكن لو السياسة التحريرية هنا مختلفة في قناة خاصة فأكيد هتجيب بقى إن كان في سرعة ولكن ما كانش هو ده السبب الأوحد لوقوع الحادث، ولكن كان في عيب هندسي في الطريق مثلا، مفترض يكون 6 حارات هو كان
ثلاث حارات او اربع حارات، فطبعا ده ضيق في الطريق، فهو ده اللي ادى لتكدس الناس فعمل مشكله الحادثه، وده كان السبب الاساسي في الحادثه. هنا دي اللي هتعرضها وسيله اعلاميه او قناه قد تلفزيونيه خاصه، لكن القناه التلفزيونيه التابعه للحكومه لا تعرض هذه المعلومه. مش ان هي تكون هي يعني تخبي المعلومه عن الجمهور، لا، هي قالت الحادثه وقالت ان في حادثه صدم وحصل وفيات كذا ومصابين كذا، ولكن اغفلت معلومه معينه. هنا ده التحرير للتلفزيون نتيجه طبعا تطبيق السياسه التحريريه في الحكومه او الوسيله الاعلاميه التابعه للحكومه، وعكس او الخاصه القناه الفضائيه او القناه التلفزيونيه الخاصه. عندنا برضو من ضمن التقنيات اللي بتستخدمها الوسائل القنوات التلفزيونية طبعا برامج كتير جدا، وكل يوم بيطلع برامج حديثة وتطوير حديث لهذه البرامج والتقنيات اللي بتستخدم في الكتابة الإعلامية. عندنا مثلا في طبعا لو يعني اللي حضراتكم شغال في المجال او اللي ان شاء الله تشتغلوا في المجال ده، عندنا مثلا في مذيع بيقرا نشره، فبيبتدي مثلا التحرير ان هو بيدوس على سيستم معين او زرار معين، يعني يبتدي ان انت تكون طبعا يجري تقديم الصور تقديم رفاق الخبر، واختفي المذيع عن النافذه في برنامج زون اسمها او او في، وهي اختصار ل اوت اوف فيجن، وتعني المذيع خارج الرؤيه، يعني ما بتخليش المذيع مبين ويقرا بس زي ما انتم بتشوفوا. طبعا مش كل المذيعين، مش عارف حضراتكم طبعا لو مركزين معايا او شفتوا قبل كده حد بيقرا نشره اكيد مش حافظ كل الكلام ده، يعني بيقرا نشره بس ما يبصش في ورق، هو قدامه في شاشه او برنامج بيعرض له التكست او الكتابه اللي مكتوبه دي، وبتمشي قدامه زي شريط اخبار كده، وبيكون متكبر بشكل كبير، ولكن طبعا ده ما بيبانش لان حضراتكم بيكون شايف المذيع فقط، ولكن المذيع بيكون قدامه زي شاشه او لوحه بتعرض التكست ده او الاخبار المحتوى اللي مكتوب له علشان يبتدوا يعرضوا لحضراتكم ويقرأوا لحضراتكم. عندنا برضو الخبر التلفزيوني اتالف من بريس وي او في، اللي احنا قلنا الاختصار الاو في اللي احنا قلناها من شويه اللي هي اوت اوف فيجن، اللي هي او في او 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 في اختصارا او في، يعني تقعد المذيع خارج الرؤيه عشان يظهر بالزورة بيقدم صوره تلفزيون مرافقه للخبر، واختفي طبعا المذيع عشان ما يبانش قدام حضراتكم. التقرير طبعا التقرير هنا غير الخبر، التقرير التلفزيوني بيتقسم لقسمين، يشكل طبعا المدخل اللي هو الانترو، نعمل الانترو الاول يا رب تقديم التقرير، من ثم الفي تي معناها فويس اون تاب، وتعني الصوت على الشريط، طبعا بتلاقي فيه صوت شغال على شريط التلفزيون قدام حضرتك. اي وبعدين التقرير يقوم المحارب مراسل بكتابته واعداده وتسجيل صوته على فويس اوفر دون ظهور للمذيع، يقول لك مثلا علينا مثلا نستعرض هذا التقرير، يقوم جايب لك الصوره شغاله وفويس اوفر او حد بيعلق على التقرير ده، تمام. لكن المذيع ما بيقراهوش، هو بيعرضه بس على حضرتك في ضمن النشره الاخباريه بتاعته او ضمن البرنامج او على حسب هو ما بيعرضه ايه بالظبط في التلفزيون في هذا الوقت. طبعا زي ما حضراتكم عارفين عمليه التحرير التلفزيوني هي مش عمليه بيقوم بيها شخص واحد، يعني عشان تشوف التقرير الاخباري اللي قدام حضرتك ده ما بيقومش بيه شخص واحد او اتنين او تلاته حتى، لا، ده عندك في محرر، وفي طبعا بيختار النص وكتابته واسلوبه، وبعدين يقوم في مصور فيديو يعمل لك التقرير ويصور لك الفيديوهات ويعمل لك المشاهد دي كلها، وبعدين يجي لك حد تاني من المونتاج او المونتير بتسميه مونتير، بيقطع لك هنا نجيب المقدمة دي وهنا نجيب الحتة دي قبل دي ونجيب بقى المعلومة دي وبعدين نجيب الرأي مش عارف مين، وبعدين كل ده بتعمل حاجة اسمها مونتاج. طبعا ده ان شاء الله قدام شويه ان شاء الله حضراتكم هتدرسوا طبعا اكيد مواد فيها مونتاج وكل الكلام ده كله، وفي برامج اوريدي موجوده على او حتى ورش مجانيه موجوده على اليوتيوب، واكيد في ان شاء الله في خلال الدراسه في خلال الجامعه هتدرسوا طبعا مواد تحرير مونتاج وازاي تعمل مونتاج وبرامج والى اخره. طبعا ده بيقوم بيها مجموعه، طبعا عندي حد تاني بقى انا محتاجين احصائيات وانفوجرافات داخل التقرير برضه بيقوم بيها حد رابع او خامس او سادس على حسب العدد اللي احنا قلنا عليه، وبالتالي عند حضرتك طبعا هتلاقي في كميه ناس بيشتغلوا عشان يعملوا لك الماده اللي قدام حضرتك دي، مش واحد ولا اتنين، لا دي مجموعه جدا بيقوموا فيها طبعا علشان يعرضوا لحضرتك طبعا محتوى جذاب مختلف طبعا قادر على المنافسه اولا ما بين الوسيله ونوعها اللي هي الوسيله التلفزيون يعني او القنوات التلفزيونيه خاصة بقى حكومية أو إلى آخره، وما بين
الوسيله ووسيله اخرى منافسه ليها زي قلنا المواقع وقلنا الراديو والى اخره. طبعا عندنا برضو عشان نكون في نقارن بين التحرير التلفزيوني والكتابه طبعا الالكترونيه او كتابه في الموقع، لما يعني عندنا مثلا في حد بيكتب العناوين اللي هو مثلا رئيس التحرير او رئيس القسم او مدير التحرير، الاسامي اللي حضراتكم عارفينها دي. في طبعا عندنا في تلفزيون، في تلاقي في ناس مسؤوله عن العناوين اللي بتطلع على الشاشه قدام حضرتك ده، مثلا لو في انا مستضيف وزير فلاني او رئيس وزراء او مسؤول او فنان او رياضي، بيقول لك مثلا والله انا الماتش ده لعبته عشان كنت محتاج فلوس، يقول لك مثلا، يقوموا حاطين العناوين على الشاشه زي ما حضراتكم بتشوفوها. ده فريق مخصص بالمتابعه ده غير طبعا الاعداد للمذيع للحلقه علشان خاطر يقول له بقى اسال الضيف ده في ايه. كل ده عمليه تحرير تلفزيون، يبتدي يذاكر المصدر نفسه ويحط له اسئله ومواقف بتاعته او تصريحات بتاعته، ويذاكره ايه الازمات اللي حصلت له الفتره اللي فاتت، ايه المشروعات الجديده اللي هيعملها، ايه الافلام، الاحلام بتاعته، ايه البطولات اللي هيعملها والى اخره. كل ده طبعا بيفرق من شخص للتاني، ووسيله لوسيله تانيه، وبرنامج لبرنامج اخر. طبعا عندنا لازم يكون في العملية التحليل التلفزيوني لازم يكون متحققة معادلة مهمة جدا يا جماعة، علشان طبعا يكون المحتوى اللي بيتعمل او المنتج في خلال التلفزيون فاعل ومؤثر وسليم، وفي نفس الوقت يحقق التوازن بين الاطراف وبعضها، يعني يكون في تناغم بين المحتوى وبين المكتوب والمشاهد والقائم بالاتصال او المحرر اللي بيكتب الكلام ده، والمذيع طبعا اللي بيعرض المعلومات او بيعرض التقارير اللي موجودة قدام حضرتك. وفي نفس الوقت تكون في تكامل ما بين التكست المكتوب والفيديو او اللقطات المصوره المعروضه، حتى ما بين الانفوجراف لو حضرتك تعتمد في التقرير على الانفوجراف تتكلم مثلا عن عدد الحوادث اللي بتحصل في مصر، عدد الحوادث اللي قدرت بتحصل في السعوديه او في الامارات او في اي دوله تانية، فعلى حسب طبعا تلفزيون حضرتك، انت مصري سعودي اماراتي امريكي، على حسب طبعا التلفزيون بتاع حضرتك. طبعا الدور المحرر التلفزيوني يا جماعة مهم جدا، انت طبعا بتعرض مادة على التلفزيون، فلازم يكون في عند حضرتك الصورة اللي بتقدمها لازم تخدم النص اللي قدام اللي حضرتك بتقوله او بيكتبه، لازم يكون في تجاوده مهمة جدا بين النص والصورة، يعني يكون الاتنين متفقين ومتسقين مع بعض، ما يكونش كلام النص في حاجة والصورة في حاجة تانية خالص، يعني مهم جدا الاتنين يكونوا بيكملوا بعض وبيعرضوا للمشاهد او للجمهور الصورة متكاملة عشان تكون عامل محتوى تلفزيوني رائع. عندنا برضو التطورات اللي بتحصل في التحرير التلفزيوني يا جماعة والكتابة للتلفزيون، عندنا حاجات كبيرة جدا كل فترة بنشاهدها ونشوف تغييرات كبيرة جدا طبعا نتيجة التطور التكنولوجي، تلاقي في برامج طلعت جديدة، تلاقي في حاجات معينة طلعت، الأساليب مختلفة في المونتاج، عندنا طرق معينة في التصوير التلفزيون، قصة كبيرة جدا طبعا، وده عالم كبير، ولكن لازم حضرتك تكون عارف ايه هي السمات وتفاصيل التحرير التلفزيوني. عندنا طبعا السرعة اللي ظهرت فيها التغيرات اللي بتحصل كل شوية دي، ده طبعا ساعد على اختفاء مفهوم طبعا المواعيد المحددة للبرامج، يعني انت عندك مثلا برنامج مثلا بيجي كل يوم 4 الساعة 3، بيجي يوم الخميس الساعة 4 وهكذا، كل الكلام ده طبعا نتيجة ده الأخبار طبعا متوفرة متحدثة باستمرار بشكل كبير جدا، يعني بقى عند حضرتك مثلا لا قدر الله حادثه، فانت تلاقي عندك كل الحاجات بتحصل بشكل سريع جدا وبشكل يعني بشكل اسرع بكتير. طبعا ده ادى الى عدم توفر طبعا الوقت لدى المسؤولين ساعه وراء الانباء، طبعا مهمين جدا، يعني مثلا انت عندك مثلا عندك برنامج الساعه يوم الجمعه الساعه 4 كل اسبوع، طبعا في خلال الاسبوع ده اصلا حصل حوادث كتير جدا، فبقى مبقاش حضرتك عندك يعني التكليف بتاعك او المحتوى بتاعك مبقاش واقف بس على يوم الجمعه، لا ده انت حضرتك مطالب ان انت تعمل تغطيه للاحداث لو قدر حصل حادث يوم الاثنين، حصل حادث يوم الثلاث، كل ده انت مطالب تعملها. طبعا ده بقى يؤثر جدا على ان انت تعرض المحتوى بتاعك بشكل مواعيد مسبقه قبل كده. عندنا برضو في بعض البرامج بقى عشان تتغلب على الجزئيه بتاعت ان هي ما بقتش عارفه تعمل المواعيد بتاعتها في محدده بشكل مختلف، عفوا
بقى عندنا كمان في بعض البرامج بقى عملت ده، وبقت تعلن عن مواعيد، بس التقارير الإخبارية بتحددها عشان تقدم لحضرتك إغراء ومنافسة بين المحطات المختلفة، عشان يقول لك لا ما تروحش المحطة دي، أنا عندي بكرة في جاب لاعب الكرة الفلاني، عندي بعده جاب الفنانة الفلانية، الفنان الفلاني، المسؤول الفلاني. كل الحاجات دي فرقت جدا في المعالجة بتاعت البرامج وإنتاج المحتوى التلفزيوني، علشان طبعا يحافظ على الجمهور بتاعه. مهم جدا وانت بتكتب المحتوى بتاع حضرتك، لازم طبعا يكون في مصدر، لازم يكون في طبعا تقول الكلام في البداية على لسان المصدر عشان الناس تصدق المعلومات اللي بتقولها، ويكون عند حضرتك طبعا مهم جدا، لازم تكون في التلفزيون، لازم تقول له مصدر المعلومة دي مين اللي قالها، لأن طبعا التلفزيون الناس قدامك صوت وصورة عشان تصدق فيك بشكل كبير، ويكون عندك مصداقية كبيرة جدا، علشان برضه في نفس الوقت منع اللي يكون مثلا انتوا اللي بتقولوا ده او المراسل بيقول الكلام ده، لا يقول لك والله مثلا كنا مثلا يوم جايب، حتى في ناس بعض القنوات يوم جايب لك المصدر نفسه على الهواء، يعمل لك معاه لقاء، يجيب لك الكلام على لسانه هو واقف قدامك على التلفزيون، مثلا لا قدر حادثه يوم جايب لك مثلا بتاع الاسعاف، لا قدر الله حادثه تانيه يوم جايب لك مثلا الاجهزه الامنيه او المسؤول الامني اللي بيتكلم او اللي حصل او يقول لك المعاين، ممكن يجيبوا بعض الناس يجيبوا مثلا الفنانين لايف وهم بيجيبوا بيعملوا حدث معين، يكونوا هم عاملين حاجه معينه وهكذا. كل ده بيفرق جدا من شخص للتاني على حسب طبعا المحتوى المقدم في التلفزيون. مهم جدا ان اللغه الاخباريه للمحطه التلفزيونيه او للقنوات التلفزيونيه الموجوده تكون قايمه على الالفاظ السهله والمعنى البسيط والسهل، علشان خاطر طبعا يكون في الجمهور يكون سهل وبسيط، وطبعا ده في ظل المنافسه الكبيره ما بين القنوات وبعضها البعض. مهم جدا عندك طبعا قلنا بنكسان لغه سهله وبسيطه او لغه اخباريه بسيطه وسهله ومكثفه، وفي نفس الوقت يكون عندنا مصدر للمعلومات اللي بنقولها او الاخبار اللي بنقولها، عشان ما يحصلش اي لبس في هذا المحتوى، وفي نفس الوقت عشان ما يحصلش اي مشاكل تانية يقول لك لا انت جبت المعلومات دي منين والى اخره. وفي نفس الحاجة برضو انت مطالب ان انت يكون عندك قدرة على المنافسة ما بين القنوات وبعضها البعض، او المحتوى التلفزيوني المقدم ما بين القنوات بتاع حضرتك وقناة تانية منافسة. مهم جدا برضو قدام حضرتك ان انت تكون عندك ملم جدا بكل جوانب الاحداث اللي قدام حضرتك او اللي انت بتغطيها، ميبقاش عندك ناقص حاجة وتسيبها لمنافس تاني يعرضها، وبالتالي هنا الجمهور بتاع حضرتك بيخسر جدا المصداقية بتاعتك، ويكونش واثق في القناة بتاعتك، وطبعا يقولك ايه اللي يخليني اتفرج على القناة دي، لان للأسف مش بيجيبوا محتوى منافس وقوي وجذاب. مهم جدا طبعا لازم تكون طبعا جايب كل تفاصيل الأحداث ولغة بسيطة وسهلة، وتكون جايب المصدر بتاعها. طبعا زي ما قلنا قبل كده في العملية التحرير الإذاعي، إن طبعا تؤمن جدا بالتفاعل بين المذيع أو القائم بالاتصال والجمهور، برضو التلفزيون لازم طبعا التلفزيون يكون نفس المستوى التفاعل بين الجمهور والقائم الاتصال هو المذيع أو المحرر التلفزيوني أو اللي بيعلن الخبر ده مثلا، تمام؟ طبعا لازم طبعا يكون عنده مميزات تانية مهمة اللي هي مميزات الوسيلة نفسها. طبعا هنا في الراديو أو في الإذاعة بيقوم على الصوت ونبرات التون والى اخره زي ما قلنا، لكن هنا في التلفزيون يقدم له طبعا صور وفيديوهات وحركه عشان يبتدي له يظهر له كل التفاصيل طبعا بما تميز به الوسيله الاعلاميه اللي هي التلفزيون. برضو عندنا الوسائل الاعلاميه التلفزيونيه مهم، بتهتم جدا بالتقييمات وحصول رد الفعل على الجمهور حوالين الخدمة اللي بتقدمها والمحتوى اللي بتقدمه من البرامج والأخبار والحوارات واللقاءات، مهم جدا علشان خاطر بتحتاج طبعا تحصل على هذه ردود الفعل علشان خاطر تريد انت تتعامل مع وتطور من المحتوى اللي بتقدمه التكست او النص المحتوى او الصورة المقدمة او المحتوى بشكل عام التلفزيون المقدم. يعني هو لازم مهم جدا والله تعمل مثلا
رد فعل، تسأل الناس على تقييم الناس للتغطية بتاعتهم والبرامج بتاعتهم وإلى آخره، على حسب طبعا طبيعة الوسيلة أو القناة التلفزيونية. مهم جدا ان القنوات التلفزيونيه دي او المحطات التلفزيونيه بتعمل الجمهور، بتعمل الحاجات دي كلها علشان تعرف مكانتها فين بين الناس، بين الجمهور. مهم جدا، لازم تبقى عامله ده كويس عشان خاطر تبتدي تحدد ده، تبتدي تتعامل معاه وتبتدي تتقدم وتطور من نفسها عشان تفضل موجوده، تقدر قادره على التنافس بين بعضها وبعض، وبين البرامج دي وبين البرامج التانيه المنافسه في المحطات التلفزيونيه الاخرى، علشان خاطر ان هو مثلا برضو مهم جدا ان يعرف رد الناس او رد فعل الناس حوالين البرنامج الفلاني، ان هو يتطور فيه اكتر، ان هو لا شايفينه هو وحش ومش عاجبهم يلغوه، وهكذا على حسب طبعا تقييم الجمهور. وده بيقوم طبعا من خلال اساليب وتقنيات حديثة مش اي حد بيعملها. برضو طب ازاي ان القنوات دي بتعرف رد الفعل بتاع الجمهور؟ من خلال مجموعة من الموضوعات، او ان انت تعمل ده من خلال مثلا رسائل قصيره اس ام اس، هتلاقي دايما يطلع بانر كده او خط تحت الشاشه يقول لك لا انا عايزك ان انت حضرتك تقدم لي المحتوى ده وتقول لي ايه رايك في البرنامج الفلاني، تدي ايه راي حضرتك في البرنامج ده، هل هو فعلا برنامج سهل ولا البرنامج ده حلو ولا وحش، لا والله ده بيحقق لي حاجات كويسه، لا والله ده وحش جدا. فبالتالي هنا بيشجع المحتوى ده التواصل مع الجمهور من خلال طبعا برامج مسابقات وعرض الرسائل للاس ام اس وعلى الشاشه. برضو عندنا برامج الحواريه اللي هي التوك شو، مهم جدا يا جماعه في المحطات التلفزيونيه برامج التوك شو دي. دي بتساعد طبعا على جذب الجمهور طبعا اللي بيتم تعيين، عن زي ما انتم عارفين مثلا النهارده برنامج وليكن اسمه اكس مستضيف الفنانه مثلا هيفاء وهبي يوم الجمعة الساعة 7، تلاقي الناس بتعلن عنها، المحطات بتعلن عنها جدا عشان خاطر طبعا تحقق مشاهدة كبيرة وتجذب أكبر عدد من المشاهدين والجمهور، علشان طبعا يبتدي إن هو يجذب الناس وما يخليهمش يخسرهم ويروحوا لأي وسيلة إعلامية أو محطة تلفزيونية منافسة. عندنا الخصائص بقى التحرير التلفزيوني. ايه بالظبط بيتميز بيه التحرير التلفزيوني ده؟ مهم جدا يا جماعه ان احنا نعرف الخصائص اللي تميز بيها التحرير التلفزيوني. يعني الانتاج التلفزيوني بشكل عام بيقوم على دعامتين اساسيتين، يعني جزئين عنصرين مهمين جدا. الاول حاجه اللي هي الماده التحريريه التلفزيونيه اللي طبعا ابدعها الصحفيين والمحررين اللي هم عدوا الماده دي، وتاني حاجه طبعا الاجهزه والمعدات والبرامج التقنيه اللي هي اللي بيستخدموها الناس عشان يحققوا لحضرتك الانتاج اللي انت شفته على الشاشه التلفزيونيه دي. طبعا ده حاجه مهمه جدا ورائعه جدا ومفيده جدا، علشان طبعا حضرتك تبتدي ان انت تحقق اكبر نسبه مشاهده وتكون قادر على تحقيق المنافسه، وتكون قادر طبعا على ان انت تقدم محتوى جذاب ومختلف في ظل المنافسه الشرسه بين القنوات او المحطات التلفزيونيه وبعضها البعض. عفوا عندنا برضو المؤسسات الاعلاميه يا جماعه دلوقتي بقت كلها قايمه على فكره التحقيق الاستثمار وكمشروع اقتصادي، واعمل قناه وتلفزيونيه واكسب منها والى اخره، مجموعه من المستثمرين او الشركات او شخص واحد حتى مش مهم، بيكون بيستخدموها كمشروع اقتصادي. مهم جدا، او ممكن في ناس يقول لك لا انا هعملها ان هي تكون بتعبر عن ايديولوجيه معينه، انا عندي حزب مثلا معين سياسي، انا عندي مثلا كدوله انا متبنيه جدا القنوات دي عشان خاطر تحقق الايديولوجيه بتاعتي، وابتدي ان هي تتواصل مع الجمهور عفوا، وابتدي ان هي تتواصل معاه وتحقق ايديولوجيه معينه عشان خاطر اكسب ولاء وانتماء المواطنين عندي في الدوله، ما يبتدوش ان هم ينتقدوني والى اخره. عندنا برضو المؤسسات الاعلاميه دي طبعا بتقوم حوالين حاجات مهمه جدا.
المادة طبعا التلفزيونية والإعلامية عموما هي بمنظور ما سلع، هي احنا المادة بشكل عام في أي وسيلة إعلامية عبارة عن سلع. طبعا هي في الأساس هي طبعا المادة التلفزيونية زيها زي أي مادة إعلامية عادية، ولكن تحمل مضمون معين تهدف لوصوله المطلق من أجل التأثير فيه بشكل معين. مهم جدا برضو، أي نعم هي عندها منظور سلعة، ولكن برضو عندها هدف تاني يكون هو المضمون ده بتحمله ليه، مش بس مجرد سلعة وخلاص. يشكل طبعا الاساس تكنولوجي قاعده ماديه توجد في علاقه تاثير متبادل مع الانتاج الاعلامي، وذلك لاداه اعتبارات اهمها. القاعده الاساس التكنولوجي في الوسائل الاعلاميه التلفزيونيه بتمارس القاعده الماديه التقنيه، تاثيرها ملموس في جميع مراحل عمليه الانتاج. مهم جدا يا جماعه ان لو انت عندك بادجت مهمه او معينه او رقم مؤسسه اعلاميه غنيه، يعني بيفرق جدا على نجاح هذه المؤسسه. زي ايه؟ يعني لو عندك مثلا امكانيات ماديه كبيره، بيكون عندك ادوات تقنيه حديثه، معدات جديده قادره على التصوير بشكل مختلف، التقاط اللقطات بشكل محترف. نفس الكلام برضو في التلفزيون، تقدر تنافس القناه الفلانيه عشان هي ما عندهاش الامكانيات الماديه اللي عند حضرتك او الادوات والتقنيات الحديثه اللي عند حضرتك، وبالتالي بتفرق جدا على مستوى التغطية والمنتج في الآخر اللي موجود. طبعا التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج المادة التلفزيونية والإعلامية طبعا ليست محايدة، تحمل طبعا قيم مجتمعات إنتاجاتها، وهي تمتلك قوة حضور فعالة تجعل تسهم موضوعيا في تغيير مفاهيم وقيم. مهم جدا يا جماعة إن حضرتك برضو أنت وأنت عندك وسائل تكنولوجية كبيرة وإلى آخره، برضو مش ده بس اللي بيتحقق، لا أنت عندك برضو حاجات مهمة جدا بترتبط بيها في نفس الوقت. طبعا ما ينفعش ان انا اجذب الناس باي شكل منافي للاخلاقيات والاداب العامه، لا طبعا ده غلط تماما. لازم طبعا حضرتك تكون ملتزم بالمعايير المهنيه والاخلاقيات اللي موجوده داخل المجتمع. انت مش في منعزل عن باقي المجتمع، لا طبعا انت حضرتك شغال وبتقدم محتوى داخل المجتمع اللي حضرتك موجود فيه، طبعا ده حاجة مهمة جدا، ولا يؤثر طبعا ده على الانتاج المحتوى التلفزيوني اللي موجود في القنوات، ده مهم جدا جدا يعني. طيب عندنا برضو حاجة تانية هنتكلم عليها، برضو انت لو عندك التكنولوجيا الموجودة في القناة الفضائية اللي عندك او المحطة التلفزيونية اللي عندك، بتضمن طبعا مضمون شكل الانتاج بشكل مختلف ومميز عن باقي الوسائل الـ او المحطات التلفزيونيه الموجوده في الدوله عند حضرتك. ولكن بيقف حاجه مهمه جدا، ان طبعا بيكون عندك القدره على المنافسه، لان لو ما عندكش الامكانيات الماديه اللي بتساعد على التطوير والمنافسه الشرسه ما بين وسائل الاعلام وبعضها او المحطات التلفزيونيه بعضها، مش هيبقى عند حضرتك اي نوع من انواع الابداع والتميز عن باقي المحطات الموجوده. فدي حاجه مهمه جدا جدا، لازم يكون عند حضرتك طبعا الادوات التكنولوجيه دي. زي ما احنا قلنا من شويه، برضو احنا بنتكلم عن الانتاج التلفزيوني بيقوم على حاجتين، الماده التلفزيونيه او الماده التحريريه اللي حضرها المحررين، والاجهزه ومعدات البرامج اللي بتستخدمها المحطات. مهم جدا طبعا انت، اي نعم هي المؤسسات الاعلاميه عباره عن سلع واستثمار ومشروع اقتصادي، ولكن طبعا مش هو ده اللي يكون منعزل الوحيد، لا يكون طبعا مرتبط بالسلع وفي نفس الوقت بيحقق سياسة معينة ويقدم محتوى معين في إطار معين من الاعتبارات. طبعا لو عند حضرتك طبعا لازم يكون مرتبط بقيم المجتمع الموجودة، والتكنولوجيا برضو يكون عندك قدرة على المنافسة، وده هيبدأ جدا بين الوسائل الإعلامية أو المحطات التلفزيونية وبعضها البعض. عندنا برضو حاجة مهمة جدا، هي سمات الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون. عندنا ان التلفزيون بيتميز يا جماعة بمجموعة من السمات والخصائص مهم جدا نتعرف عليها ان شاء الله في خلال المحاضرة. طبعا يمتلك التلفزيون طبعا خصوصية كبيرة تكنولوجية متميزة، يمكن تحدد اهم سماتها على نحو تاني. طيب ايه بقى المميزات او الخصائص اللي بتميز بها التلفزيون ده؟ يعتمد التلفزيون على قوانين وقوة تأثير الصوت والصورة،
والحركه معني مهم جدا يا جماعه. احنا قلنا الصحافه بتعتمد على الكلمه والاسلوب والمصادر، لا عندنا الموقع بيساهم على استخدام الانترنت والتكنولوجيا والحياه الحديثه والسرعه والى اخره، الراديو بيحس الخيال والى اخره. هنا التلفزيون بقى بيعتمد على قوانين قوه التاثير مجتمع فيها الصوت والصوره والحركه مع بعض، لان طبعا تمثل اعتماد حساسيه الرؤيه والسمع من خلال الصوت والكلمه المنطوقه. يعني حضرتك انت هنا في التلفزيون بتعتمد على حاسه الرؤيه والسمع، انت بتشوف وبتسمع، فبالتالي هنا ده بيعتمد عليه اللي بيتميز بيه التلفزيون. طيب ايه تاني من ضمن الحاجات اللي بيتميز بيها التلفزيون؟ التلفزيون يا جماعه جمع ما بين تقنيات المسرح والسينما والاذاعه، يعني استفاد ما بين العرض المسرحي والسينما والريكوردنج بتاعت السينما والاذاعه والصوت بتاع السينما. ازاي بقى الكلام ده؟ طبعا خد من السينما الشاشه وطريقه التعبير والحركه، قدامي شاشه كبيره وفيها تعبير وحركه والى اخره، خد طبعا من المسرح الحركه والحوار والحديث واللقاءات والى اخره، ده حاجه مهمه جدا، وخد برضو من الاذاعه القدره على الانتشار الواسع والوصول الى داخل البيوت. مهم جدا، مفيش بيت في العالم ما فيهوش تلفزيون، صح ولا لا؟ طب التالي عند حضرتك في محتوى مقدم من حضرتك بيبتدي ان انت تنافس بيه الوسائل الاعلاميه التانيه، بقى عندك في كل بيت موجود في تلفزيون، تقدر تاثر في الناس، تقدر تتعامل مع ليه بقى؟ ان بقى عندك بيقدم لك كل الخصائص اللي بيتميز بيها المسرح والسينما والاذاعه. زي ما قلنا، احنا قلنا السينما استخدم الشاشه الكبيره بتاعتها وان هو يعرض لك الشاشه قدامك طريقه التعبير والحركه، وقلنا المسرح استخدم فيه الحوار ما بين العناصر وبعضها، او ما بين الابطال بتاع المسرح وبعضها البعض، واللقاء والصراع ما بين الشخص والخير والشر والى اخره. واخر ميزه او اخر خاصيه اللي هو عمل استغل القدره على خد من الاذاعه الانتشار الواسع، زي اللي ومبقاش في بيت زي ما احنا قلنا في اي دوله الا موجود في تلفزيون حاليا. حاجة تانية برضو بيتميز بيها المحتوى التلفزيوني أو السمات التلفزيونية، يعني يقدم طبعا مادته في مكان يتمتع بقدر من الخصوصية، وهو في العام الأغلب غرفة المعيشة في المنزل. عندك طبعا التلفزيون ما بيقدمش الحاجة على الملأ كده بتقدمها، لا طبعا أنت بيقدم لك المحتوى اللي أنت عاوزه، في كل واحد ليه خصوصية بتاعته. يعني أنت عندك المادة في مكان يتمتع بقدر من، يعني مثلا ما ينفعش أعرض لك التلفزيون في الشارع يعني، لا إلا طبعا في بعض الأوقات. في كان في مثلا عندنا في مصر مثلا اوقات الماتشات المهمه في كاس العالم مثلا، كان في بعض المطاهم الكافيهات او القهاوي يعني بيعرضوا شاشات كبيره ويعملوا طبعا ده بشكل، بس طبعا ده ليه سبيشال كيس. ولكن بشكل عام ان التلفزيون بيتقدم من ضمن السمات الخصوصيه فيه، ان ممكن تاخده حضرتك في اوضه لوحدك تقعد تتفرج بيه على الفيلم الفلاني، الماتش الفلاني، او البرنامج الفلاني، على حسب طبعا المحتوى اللي حضرتك عاوزه وتكون عايز تستمتع بيه وتتعرض له وتشوفه طبعا بشكل خاص، مش عايز حد يشاركك الخصوصيه دي، براحتك حضرتك طبعا تماما. التلفزيون بيساعد على سمات الخصوصيه دي، ممكن عايز تشوف الماتش، عايز تشوف الفيلم، عايز تشوف البرنامج، عايز تشوف اي حاجه مثلا باقي افراد الاسره اللي عند حضرتك مش عايزين يشوفوها، انت ممكن تاخد التلفزيون بتاعك وتقعد في الغرفه بتاعتك، ومثلا وليكن غرفه معيشه، غرفه اطفال، غرفه نوم، غرفتك الشخصيه كشخص يعني من افراد الاسره، طبعا بكل حرية في هذا الأمر. طبعا بيقدم التلفزيون مادة لجمهور خاص ومحدد، يعني عايز هو التلفزيون بيقدم لك توليفة كوكتيل كده من المحتوى اللي بيناسب جميع أفراد الأسرة. عند حضرتك مثلا وليكن حضرتك مثلا رب أسرة، فأنت بتحب الماتشات وكرة القدم، والله زوجة حضرتك بتحب مثلا برامج الطبخ والموضه والازياء، والله ابن حضرتك بيحب المسابقات والحاجات الانترتينمنت والترفيهيه، والله بنت حضرتك بتحب برامج الكرتون او افلام الكرتون، حد خامس يقول لك لا انا احب جدا اتفرج على الافلام اللي مثلا بتقدم بشكل لغه هنديه، او حد يقول لك لا بتفرج على الافلام التركي، مسلسل هندي، مسلسل تركي، وهكذا. يعني هو التلفزيون بيقدم جمهور لمادته لجمهور خاص ومحدد، لكن طبعا من ضمنها هي افراد الاسره، وبشكل عام ممكن فيلم انترتينمنت، وبشكل خاص ممكن يكون مثلا ماده محتوى برامج مسابقات، حاجات ترفيهيه، مسرحيات مثلا
معينة، أفلام بلغات معينة أو مسلسلات بلغات معينة، هو عشان كده بيقدم المحتوى بخاص وعام. برضو من ضمن السمات الخصوصية اللي بيقدمها التلفزيون، طبعا التلفزيون مش زيه زي القراءة والكتابة وكده، لكن طبعا طبعا مش شرط مثلا بقرأ كتاب فانا بقرأه لوحدي، بكتب موضوع فانا اكتبه لوحدي، بسمع الراديو ممكن اسمعه بشكل جماعي او بشكل فردي، ولكن التلفزيون هنا ما بقاش فيه شغل حاجات فرديه الا زي ما احنا قلنا الخصوصيه الفرديه على حسب اللي احنا قلناه من شويه وسمات الشخص، ولكن هو بيقدم في الغالب المحتوى بتاعه بشكل جماعي، يعني في الاعم طبعا تجربه جماعيه، زي انت تحب تتفرج على فيلم بشكل جماعي، تحب تتفرج على ماتش بشكل جماعي، افراد اسره تحب تتفرج على ده بشكل جماعي طبعا، لكن طبعا في بعض الحالات الخاصه ممكن مثلا حد عايز يتفرج على محتوى خاص مثلا ماتش مثلا في الدوري الاسباني، طبعا مش معظم الموجودين في المنزل ان هم بيهتموا بالدوري الاسباني، ولكن هنا بشكل عام ان التجربه المحتوى التلفزيوني بيكون مختلف عن مثلا القراءه مثلا بشكل خاص، يعني اكيد مفيش حد مجموعه بيقروا كتاب مع بعض في نفس الوقت، لا طبعا هي بيكون مجموعه من الاشخاص بيتفرجوا على تلفزيون، ولكن شخص واحد هو اللي بيبتدي ان هو يقرا هذا الكتاب. برضو من ضمن الخصائص اللي بيتميز بيها التلفزيون التلفزيون طبعا طلب مشاهدة التلفزيون طبعا لازم يكون عندك وقت متفرغ، يعني لازم عشان تتفرج على مسلسل لازم تبقى قاعد تتفرج عليه وسايب كل شغلك وقاعد تتفرج عليه مثلا، او سايب كل حاجه وراك وعايز تتفرج عليه، لكن طبعا والتركيز طبعا يكون طبعا مش زي اللي في القراءه طبعا لازم ما ينفعش، ولكن طبعا اكثر مما هو في الاذاعه، يعني ايه؟ يعني انت الاذاعه زي ما قلنا لو انتوا في حضراتكم فاكرين كنا بنقول ان ممكن ان انا اتعرض الاذاعه واستمع للمحتوى الاذاعي وانا سايق العربيه، انا مش محتاج اركز في ان انا اسمع الكلام، لا انا مركز وانا كمان بعمل حاجه تانية، لكن في التلفزيون ما ينفعش ان انا مثلا اكون ماشي بالسياره واتفرج على التلفزيون، صعب جدا بصراحه، ممكن لا قدر الله يحصل حادثه او كده. برضو لا طبعا التركيز طبعا يكون اقل شويه من القراءه، لان القراءه طبعا لازم تقرا الكتاب فانت مش مركز غير في الكتاب بس، يعني المقارنه هنا ما بين الثلاثه ان انت في التلفزيون بيكون محتاج تفرغ بشكل اكبر طبعا مش زي القراءه، ولكن طبعا يكون اعلى من الاذاعه، الاذاعه طبعا ممكن تسمع الراديو زي ما احنا قلنا او المحطه الاذاعيه وانت ماشي في الطريق وانت ماشي بتلعب رياضه وانت بتمشي وانت بتجري، كل الكلام ده طبعا بيختلف في التلفزيون. طبعا الصوره اللي بتتعرض قدام حضرتك في التلفزيون هي في الواقع طبعا مجموعه من النقاط المضيئه او المظلمه زي بعض العلماء ما بيقولوا، يعني هم بيقولوا ان الصوره دي طبعا على مستوى تقني شويه ان الصوت والضوء والبث ونقل المجموعه من النقاط دي فبيعمل لك الشكل الصوره اللي قدامك في التلفزيون نتيجه طبعا التقنيات الحديثه، فطبعا يعتبر بيسموها العلماء في سيفساء او سيرك على حد بعض علماء الاعلام بيقولوا كده، ان مجموعه الصوره اللي قدام حضرتك دي عباره عن مجموعه من النقط المضيئه او المظلمه على حسب ممكن نعملك بيها اشكال معينه، فطبعا دي حاجات يعني حاجات تقنيه شويه لكن طبعا لازم نكون عارفينها. عندنا برضو المقارنه برضو من ضمن السمات التانية اللي موجوده في الخصوصيه في التلفزيون ان طبعا عشان تنقل بث مباشر وليكن ماتش وليكن مسرح او لقاء او حوار بقى تلفزيوني مهم بث تلفزيوني او الارض او الفضاء حتى بيحتاج طبعا مسافات كبيرة وبالتالي محتاج أجهزة وحاجات معقدة شوية، طبعا أكيد سعرها غالي طبعا مهم جدا، عشان كده بتطلب العمل التلفزيوني أو المحطات التلفزيونية استثمارات كبيرة، طبعا ده بعكس الموجود في الصحافة أو في الإذاعة، مش يحتاج طبعا كمية الكاميرات والمعدات والأجهزة الحديثة والتقنية عشان يعرض لك الصورة اللي قدام حضرتك اللي تشوفها ويسافر لك في مثلا دولة بعيدة يبتدي يعرض لك محتوى معين او مكان بعيد في الدولة او مكان صعب جدا طبعا تصور بيه في الالكتروني مثلا ممكن بيستخدموا الموبايلات، لكن في التلفزيون صعب جدا هيعرض لك ازاي محتوى ما هو تصور من موبايل، لا لازم طبعا ان انا تكون عندي كاميرات ومعدات بس تلفزيوني، وطبعا دي بتحتاج استثمارات كبيرة وضخمة
طبعا بعكس الموجود مثلا في اعلام الكتروني ويب سايت، ممكن اعمل فيديو بالموبايل بصحافه الموبايل والى اخره، حاجات بسيطه. الاذاعه ممكن اعمل محطه على الانترنت، مش محتاج المجهود، مجرد بس ان يكون عندي البث ده واجهزي بس صغير في ان انا بث بيه على الراديو بتاعي او المحطه الاذاعيه بتاعتي، هيكون الموضوع سهل جدا وتكلفته اقل بكتير من تكلفه الاستثمار التلفزيوني. عندنا برضو حاجة من ضمن السمات، الانتاج التلفزيوني، مش بس البث بتاع التلفزيون، لا، دي عملية الانتاج نفسها عملية معقدة وصعبة زي ما احنا قلنا من شوية، بتحتاج محررين ومصورين ومنتجين او الناس اللي بتعمل عمل المونتاج. طبعا ده بيحتاج تكلفة كبيرة جدا. طبعا ده عكس الموضوع بس نفسه بتاع لو عايز تبث ماتش، تبث حاجة، كاميرات بتروح وبتعمل، موضوع كبير جدا وتكلفة ضخمة جدا، عشان كده موضوع مختلف تماما عن الإذاعة والصحافة. لكن طبعا لو عايز تعمل عملية إنتاج، تعمل تقرير تلفزيوني معين، أكيد هيبقى عند حضرتك معدين يحددوا الفكرة ويبتدوا يشتغلوا عليها عناصرها، ويكون عند حضرتك طبعا معدات تصوير، كاميرات، وناس مصورين محترفين عشان يخدموا على هذا التقرير مثلا. واكيد بيبقى ده محتاج ناس مونتيرين بشكل محترف وبشكل اكثر خبره عشان يكونوا مميزين طبعا مقارنه باقي المحطات التانية او القنوات التلفزيونيه التانية، عشان يقدر يكون قادر على منافسه وانتاج محتوى ما فيش زيه طبعا في هذه القنوات المنافسه. وبالتالي ده بيحتاج استثمارات كبيره وضخمه جدا مقارنه طبعا بالصحافه والاذاعه. عندنا الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون ساعدته كمان ان هي ينقل، مش بس ينقل الحدث بسرعة، لا، ده بقى التقديم هو يحدث بوسيلة البث الحي، اصبح بامكان التلفزيون ان يعيش حدث وربما نشارك في صنعه كمان. يبقى عندك دلوقتي، يبقى عندنا في قنوات يا جماعة بقوا موجودين باستخدام التقنيات الحديثة، ان هو بس مش بقى ينقل لك الحدث، لا، ده هو ممكن كمان يكون موجود في وسط الحدث ده كمان ويعرض لك كل هذا المحتوى. يعني يكون عندك مثلا بيبث بث مباشر ليه الماتش الفلاني ما بين مثلا فريقين مهمين جدا في الدولة اللي موجود فيها، وبالتالي هو هنا بيقدم لك محتوى مهم جدا وفي نفس الوقت بشكل سريع جدا. طبعا زي ما احنا قلنا، ده بيحتاج تكنولوجيا وحاجات تكنولوجية كبيرة وإمكانيات واستثمارات ضخمة جدا. برضو من ضمن الحاجات التانية اللي بتميز بيها برضو خصوصية تكنولوجيا التلفزيون، ان هو ممكن يقدم حاجات وثائقية، يقدم محتوى وثائقي، يعني حاجات قديمة أرشيفية. طبعا طبعا الموضوع اللي هو ينتج إنتاج وثائقي ده موضوع كبير جدا يا جماعة ومحتاج مجهود جبار. يعني أنا بعمل على حاجة مثلا وليكن معدي عليها 200 سنة، عن شخصية، عن بلد، عن أحداث، عن ثورة، عن حاجات معينة، ده مهم جدا. فأنا بالتالي إن أنا هعمل ده وهيأثر جدا على الإمكانيات المادية بتاعتي لو أنا ما عنديش محررين شاطرين يعملوا لي فكرة جيدة، يعملوا لي بحث قوي، يعملوا لي محتوى قوي، يعملوا لي عندي مصورين يصوروا لي فيديو وصور وتقارير، عندي ناس بتوع انفوجرافس يعملوا تصميمات ويعرضوا لي بيانات ويعملوا لي شكل رسومي بيانية وتوضيحية وجرافيكية، أكيد. وما عنديش منتجين أو مونترين يعملوا لي مونتاج محترف وبشكل مختلف، أكيد مش هعرف أعمل محتوى وثائقي مميز ومختلف واقدر اميز بيه وانافس بيه بين الوسائل الاعلاميه الاخرى. اثار بقى الخصوصيه التكنولوجيه للتلفزيون دي في التحرير، الحاجات اللي هي دي اثرت ازاي في عمليه التحرير، اللي هي اثار الخصوصيه التكنولوجيه للتلفزيون دي. عندنا المصدر الاساس في العمل التلفزيوني يا جماعه او الماده التلفزيونيه هي الصوره، الصورة اللي بتعرض قدام حضرتك دي، هي ده الأساس أصلا والأهم على الإطلاق اللي بيميز التلفزيون بيه. طبعا وده القيمة المعيارية البصرية هي مقياس الحكم الأساسي. يعني لو عندك قدمت صورة كويسة، الناس تقول أه ده المحتوى بتاعك ده رائع جدا وكويس. قدمت صورة مش كويسة، أكيد الناس هتقول لك لا، ده مش كويس القناة دي أو المحتوى التلفزيون اللي بتقدمه في القناة دي، وبالتالي أنا مش هتوجه ليها وأنا أتعرض لها أصلا تاني بعد كده، وده هيأثر جدا على مصداقية القناة. فده طبعا ده حاجة سيئة جدا إن أنت تعمل ده صورة مش كويسة، فبالتالي أنت عندك مطالب تتميز بخصائص تكنولوجية وعندك صورة ومعدات وإلى آخره، فبالتالي لازم حضرتك تكون عامل صورة واضحة وقوية وجذابة ومحترفة نتيجة طبعا الأيادي المحترفة اللي عندك أو العمال أو المحررين أو المصورين أو المنتجين المونترين. فطبعا أكيد لازم ده يفرق جدا.
عندنا برضو الصورة طبعا أساس بتوجه لي عواطف المشاهد، تسعى طبعا للتأثير فيه من خلال الانفعالات الطرف القائم الموجودة في الصورة. طبعا أنت عندك بتقدم مثلا صورة في الفيديو ده أو في التقرير ده أو في المحتوى التلفزيوني اللي حضرتك بتقدمه ده، لكن الهدف منه إن هي بتروح أول حاجة للمشاهد، فبالتالي لازم عندك مجموعة من المعايير القيم الموجودة. هل الصورة دي مثلا منافية للآداب العامة ولا لأ؟ هل الصورة دي بتناسب العرض في المحتوى في المجتمع بتاعنا ولا لأ؟ مهم جدا الفيديو ده او الفيلم ده او البرنامج ده او التقرير ده، اي محتوى تلفزيوني او ماده تلفزيونيه بتقدمها، لازم حضرتك تكون عندك القدره على ان الصوره دي تكون عارفها كويس جدا، وتكون عارف ان هي اساسا ان هي تروح للجمهور، يا ترى الجمهور هيتقبلها ولا لا، المجتمع عندك في الجمهور في المجتمع بتاعك الدوله بتاعتك هيوافق مع هذا المحتوى، هذه طبيعه المحتوى ولا لا. طبعا ده بيفرق جدا وبيأثر جدا بشكل كبير جدا على هذا المحتوى، وبالتالي ده معيار من ضمن معايير التقييم. عندنا طبعا في المحتوى التلفزيوني برضو نفس الكلام، الكلمة في الكتابة التلفزيونية أو في المحتوى التلفزيوني ما بتأديش طبعا دور مستقل لوحدها، أكيد هي من ضمن سايكل أو مجموعة من العناصر اللي بتكمل الصورة بشكل عام في المادة التلفزيونية، لكن هي مش هي الأساس. مثلا زي في الصحافة هي الكلمة الأساس، لا طبعا في التلفزيون لا، المهم جدا إن الصورة الكلمة بتعمل عامل مساعد مش بدور مستقل لوحدها، مجموعة من أخرى من العناصر المتكاملة عشان تقدم الصورة. طبعا يمكن تكون طبعا احيانا الاساس الذي تبني عليه مجمل الماده التلفزيونيه مختلف عناصرها ومنها الصوره، الامر الذي يؤكد اهميه الكلمه واستمرار كونها حامل رئيسي للافكار والمعاني والمعلومات. لكن الهدف في المحتوى التلفزيوني يا جماعه مش الكلمه، لان طبعا الهدف في الصوره، تمام؟ يعني المعيار في المحتوى التلفزيوني هو الصوره لكن مش الكلمه، لان الناس مش بتبص على الكلمه دي او حتى تسمعها قوي، هي تسمعها لكن جزء مكمل، لكن العنصر الاساسي في المحتوى التلفزيوني او الكتابه التلفزيونيه الصوره اللي بتعرض على شاشه التلفزيون، هي دي العنصر الاساسي والنهائي. ولكن طبعا الكلمه عنصر مساعد ان هو بيشرح لك الصوره دي ويفسرها لك والى اخره، بتفرق جدا على مستوى المعالجه او تقديم المحتوى التلفزيوني في القناه. غالبا بتكون الكلمه في الكتابه التلفزيونيه طبعا قادره على توضيح ما يجب عن الصوره، يعني ليه بتفسرها، يعني ممكن يعرض لك صوره ومثلا ما تعرفش دي جايه منين او ايه اللي حصل فيها، فبالتالي الكلمه هنا المكتوبه طبعا وليكن حادثه معينه وجايبين تقرير معين عنها او موقف معين او قصه ماساويه معينه، اللي من غير ما يعرض لك الفويس اوفر او التعليق الصوتي على هذه الصور او مجموعه الفيديو او التقرير او المحتوى المنتج ده، مش هيبقى ليها اي اساس طبعا. ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان يكون عندنا ان الصوره هي الاساس في التلفزيون، ولكن في بعض الاحيان طبعا من غيرها الكلمه مش تنفع، زي ما احنا قلنا عرضنا موضوع معين وما شرحناش اصلا الصور دي عباره عن ايه ولا التقرير ولا في تعليق صوتي، وبالتالي حضرتك هنا العمليه الاتصاليه مش هتكون نجحت، ده بالعكس هتكون فشلت جدا ان انت ما قدرتش تقول للناس ايه ده اصلا المعروض. فبالتالي ان هنا الصوت او الكلمه المكتوبه طبعا بتؤثر جدا على المحتوى التلفزيوني. ولكن طبعا الكلمه في التلفزيون لا تستثير الصوره الذهنيه والخيال. ليه؟ بعكس بقى الاذاعه. المهم جدا الكلمه في التلفزيون يا جماعه ما بيخلكش ان انت تحلق بخيالك وتفكر وتسمع، لا 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 خالص، بعكس طبعا الاذاعه. ولكن هي مكمله للفهم بتاع حضرتك او المحتوى اللي قدام حضرتك. وبالتالي حضرتك طبعا في الكتابه التلفزيونيه مهم جدا علشان خاطر يكون الصوره جزء مكمل من العمليه الانتاجيه او انتاج المحتوى التلفزيوني الموجود في القناه. هنا بقى بيحدد دور الكلمه، هنا برضو من ضمن العناصر ان دور الكلمه في الكتابه الزوجيه اهدافها او دورها بتوضح وتفسر، زي ما احنا قلنا من شويه ان الخاصيه طبعا في المواد الاخباريه عندنا مجموعه من الصور ولكن طبعا مش مفيش تعليق صوتي عليه، وبالتالي هنا مش حضرتك مش تقدر تفهم هذا المحتوى عباره عن ايه، او الماده التقريريه المصوره او الفيديو المعروض ده مهم مش واضح اصلا ده عباره عن ايه ولا منين ولا اي تفسير ليه. طبعا وبالتالي حضرتك طبعا مهم جدا انت تضيف له
الكلمات او التعليق الصوتي على التقرير المعروض على شاشات القناه الفضائيه بتاعت حضرتك او المحطه التلفزيونيه بتاعت حضرتك، طبعا عشان تساعد على الجمهور ان هو يفهم ويقرا ويستفسر ويفهم ايه بالظبط هذا المحتوى المعروض قدام على شاشه القناه التلفزيون. الكلمه طبعا في الكتابه التلفزيونيه يا جماعه مش هدفها ان هي بتوصف، هي الصوره وصفه لوحدها زي ما احنا عارفين، ولا بعكس طبعا اللي بيحصل في الصحافه والاذاعه، لان طبعا الكلمه بتوصف لك، طبعا العمل الصحفي بيوصف لك الكلام بالكلام، لان مفيش اصلا اي عنصر تاني عشان يوضح الحركه العمليه الانتاجيه في الصحافه غير الكتابه او الكلام، والاذاعه برضو نفس الكلام، من غير الكلام المكتوب اللي هتسمعه من خلال الاذاعه مش هيبقى فيه اي اصلا عمليه اتصاليه. طبعا الوجود الكبير المكثف فيه للصور على الشاشه الغى المهمه الوصفيه للكلمه، ليه بقى الصور بقت تعرض لك كل حاجه، فمنطوقه طبعا في التلفزيون، بهذا تصبح الكلمه مصدر قوه في الكتابه التلفزيونيه حين تكون على مستوى الصوره او تفوق في براعه التعبير. لا طبعا عشان تجيب كلمات بتعبر بقى وتفوق على الصوره لازم تكون كلمات محترفه جدا عاليه جدا في هذا المحتوى، فبالتالي لازم عشان تكون عندك القدره على المنافسه يكون عندك عركه كتاب، المنافسه بين القنوات او المحطات التلفزيونيه وبعضها البعض، يكون عندك طبعا معدات، يكون عندك طبعا على مستوى الكلمه، هيكون طبعا الموضوع فارق جدا وبيفرق على هذا المستوى وهذا التعبير، وبالتالي هنا بيفرق مع حضرتك كميه كبيره من المحتوى الموجود المختلف والابداعي. لو عندك محتوى ابداعي تلفزيوني، ماده تلفزيونيه او ماده منتجه في التلفزيون وكتابه محترفة ممكن تضاهي قيمة الصورة في المحتوى يبقى كويس جدا، لكن طبعا ده محتاج ناس محترفة، كتاب قويين جدا عندهم ثقافة عالية يقدروا يعبروا بكلماتهم اللي تعبر عن الصورة، وده حاجة طبعا منافسة قوية جدا بين الكلمة والصورة. مهمة الكلمة يا جماعة طبعا هي التوضيح وتوجيه قراءة الصورة واستكمالها، مهم جدا، وده طبعا بالنسبه للجمهور يتمتع بقدره متوسطه ومنخفضه على الادراك والتفسير. يعني لو ممكن مثلا بعض الصور المعروضه في الانفوجراف مثلا او المحتوى المعروض ده مع حضرتك، فهو طبعا مش عارف هذا المحتوى ده هيبقى عامل ازاي، مش فاهم ايه الانفوجراف ده اصلا، طبعا عشان الناس اللي هي ثقافتها اقل شويه من العاليه، فبالتالي انت بالتلفزيون بتخاطب كل فئات الجمهور، فبالتالي حضرتك مطالب ان انت تقدم محتوى يناسب جميع فئات الجمهور، من منخفضين التعليم او من هم الناس اللي عندهمش القدره على التعلم، ولكن طبعا لازم تقدم كلمات سهله، ما بقاش فاهم طبعا الرسم ده عباره عن ايه، يعني ايه انفوجراف، فانت بتشرح له ده بنقول مثلا يستخدم كلمات في خلال التعليق الصوتي في التقرير اللي بتعرضه، ان يعني يكون ده مجموعه من الصور والرسوم والبيانات والاحصائيات، بتبتدي تشرح له بالكلمات المستخدمه في التقرير. عندنا برضو سرعة الوصول واتساع الانتشار طبعا تمثل نقطة قوة ونقطة ضعف في المادة التلفزيونية، مهم جدا، يعني سرعة الوصول والانتشار بتمثل قوة وضعف في نفس الوقت، مصدر قوة لأنها طبعا بتخلي التلفزيون أول من يوصل لمكان الحدث، لأن طبعا سرعة الانتشار مصدر قوة، ولكن أسرع مما يستطيع أن يقدم هذا الحدث بالصوت والصورة وتغطية واسعة، يعني ممكن مثلا القوة لأنها تجعل التلفزيون أول من يصل لمكان الحدث، وربما أسرع من يستطيع أن يقدم هذا الحدث بالصوت والصورة بشكل كبير. ومصدر ضعف امتى؟ بيكون طبعا لان قيمه السرعه في الوصول والتقديم على عرض الطلب احيانا التضحيه نسبيا من قيم اخرى مثل الشموليه والعمق ودقه ومصداقيه العرض والتقديم وربما المعالجه. يعني هو بيقول لك انت هنا بتقدم سرعه في الاحداث وتغطي بسرعه قويه جدا في الانتشار، ولكن ممكن مثلا ما تقدمش معالجه قويه، معالجه عميقه، ما تقدمش سيناريوهات، ما تقدمش تحليلات اقوى. فهو هنا بيعرفنا الفرق ما بين اللي ممكن يكون السرعه في التلفزيون يكون ليها قوه وليها ضعف، قوه علشان بيتعمل بسرعه وانتشار، وضعف عشان بيفتقد المحتوى العميق والدقه، واحيانا ممكن يجي يعرض معلومه خطا فبالتالي ياثر على المصداقيه. برضه في نفس الوقت يجب فهم العلاقه بين الكلمه والصوره في الماده التلفزيونيه باعتبارها طبعا علاقه تكامليه زي ما احنا قلنا من شويه، تحدد طبيعتها نوع الماده ونوعيه عناصر التجسيد الفني، في مثلا عندنا رسوم، عندنا صور او الى اخره، فطبعا ده بيفرق جدا. الماده التلفزيونيه طبعا انتاج مركب ومعقد ويشترك في عمليه خلق وابداع الماده التلفزيونيه الواحد فريق عمل زي ما احنا قلنا، عدد من الاشخاص، وكل واحد ليه محرر وده مصور وده معد وده مونتاج وده مونتير وده مصور وده كل الكلام ده مخرج،
فمهم جدا في العمل. تشجع على المقدرة على العمل الإبداعي ضمن فريق واحد، طبعا مهم جدا العمل الإبداعي يكون متوافق وكلهم بيكملوا بعض عشان ينتجوا محتوى بشكل كبير. أي خلل طبعا يصيب أي حلقة لا يؤدي، حلقة يعني كبرنامج مثلا، لا يؤدي إلى إفساد الحلقة أو ضعفها، بل يؤدي إلى انقطاع السلسلة نفسها اللي هي الحلقة نفسها بتاعت المادة دي. فبالتالي هنا غالبا المحرر المعد الاخباري لازم يكون في حاله من التضافر والتكامل عشان يقدموا محتوى بشكل مختلف وبشكل كبير. يعني بيكون عندنا كله بيكون عمل واحد وفريق عمل واحد اذا كان محرر او معد او مصور او مونتاج. تاثير السمات وخصائص جمهور التلفزيون في التحرير بقى، دي بتاثر بمواضيع مختلفه. جمهور التلفزيون عامه طبعا جمهور ضخم متنوع وغير متجانس، طبعا بيبقى متغير السن ومتغير الجنس وبالتالي نوع والى اخره، وطبعا مستوى ثقافي مختلف والى اخره. جمهور طبعا موحد في الزمن، نفس الماده بشوف نفس الوقت ولكن مبعثر في المكان، يعني معنى انه موجود في مكان متعدده وبالتالي في ظروف مشاهده مختلفه. يعني عندك ممكن في ناس مثلا في البيت، في ناس في العمل، في ناس في المقهى او في الكافيتيريا او كده. فطبعا ده مهم جدا عشان يعرف الفرق بين ده وده. التلفزيون طبعا الانترنت جعله يسبح في بيئه افتراضيه مثل مواقع الكترونيه، ما يعقد المساله ويصعبها ويجعل مهمه المحرر التلفزيوني من اصعب ما يمكن. مهم جدا عشان طبعا مقارنه ما بين التلفزيون والمواقع المختلفه. جمهور التلفزيون بينجذب كمان للشاشه بدافع المتعه والتسليه، كده كده انا من غير اي ماده انت تقدمه لي انا هقعد اتفرج. قدمت لي محتوى رخم شويه، قدمت لي محتوى نص نص، فطبعا ده بيفرق جدا على الجمهور المختلف، وبالتالي ده بيفرق جدا ان انت بيقدم لك طبعا ينجذب اساسا شويه واقرب طبعا للتلقي السلبي يعني زي ما بيسموه. جمهور التلفزيون طبعا جمهور ملول بطبعه زي ما احنا قلنا برضو في الموقع الديجيتال، برضو يكون من السهل جذبه في البدايه لكن من الصعب الاحتفاظ بيه، والتلفزيون وسيله الم اكثر بكثير من مجرد نص تحريري مع صور. مهم جدا ان انت طبعا الجمهور بيمل بطبيعته، فلازم تقدم له محتوى مختلف ومحترف ومتنوع وجذاب عشان يقدر يقدم لك بشكل كبير. المحررين التلفزيونيين بقى يا جماعه يكون عندهم الشاطرين يكون مجموعه بين النص التحريري ولقطات الفيديو، انه عشان يقدر يقدم لك محتوى مختلف وجذاب ومتميز بشكل معين جدا، ويكون قادر على منافسه بين وسائل الاعلام المختلفه ووسائل المحطات التلفزيونيه المنافسه. عندنا برضو إعادة صياغة العناوين الخاصة بالنص الصحفي الرئيسية منها والثانوية ذلك فرعية، وهي عنصر مهم جدا لراحة القارئ البصرية. مهم جدا انت تعمل عناوين جذابة جدا في المحتوى التلفزيوني المعروض وبشكل جذاب عشان الناس تبتدي تهتم بيها وتنجذب لهذا المحتوى اللي حضرتك عامله. يعني كده مفترض دي كانت اهم الحاجات اللي تميز بيها السمات وخصائص تاثير سمات وخصائص الجمهور على التلفزيون في عمليه التحرير. احنا قلنا التلفزيون طبعا عموما جمهور ضخم ومختلف ومتجانس، فبالتالي طبعا درجه الاهتمام مختلفه ومش متوافقه مع بعض. هو جمهور موحد في الزمن ممكن في نفس الوقت نفس البتاع، لكن الناس ممكن تشوف محتوى ده في مكان غير الناس التانيه. تطور التقنيات البث العالميه طبعا وكثره الاقمار الصناعيه استطاعت طبعا اصابه بث مختلف بقاع العالم، طبعا مهم جدا يجعل جمهور القناه الفضائيه مجهولا وغير محدد، ما بقاش في عارف مين بيتفرج عليها بشكل محدد جدا. عبر الانترنت طبعا بيستخدم بشكل افتراضي وجاذب اساسا طبعا بشكل دافع التسليه، ده احنا قلنا عليه اللي هو التلقي السلبي ان هو كان عايز يتفرج على التلفزيون عشان اتسلى فقط. عندنا طبعا الجمهور التلفزيون ملول بطبعه مهم جدا، فبالتالي ان حضرتك طبعا جذبه في البداية، لكن طبعا لو ما قدمتلوش محتوى جذاب ويحافظ عليه على طول مش هيجي لحضرتك تاني ويتمتع بالمحتوى بتاع حضرتك. محرر التلفزيون طبعا الماهر او المهرة بيتمتعوا بالنص التحريري القوي واللقطات الفيديو المقدمة، مش مجرد ورق لمجرد حط كده على الزينة وخلاص، لا طبعا جزء اساسي من المادة التلفزيونية ان يقدم طبعا السؤال ماذا، بينما يقدم النص التحريري جوابا للسؤال لماذا، معالجة والتفسيرية يعني. وإعادة صياغة العناوين طبعا خاصة بالنص الصحفي، مهم جدا إن أنا أقدم محتوى مميز وعناوين جذابة ومختلفة وبشكل مهني وبشكل محترف وجذاب زي ما احنا قلنا، لأن الجمهور بيمل جدا، وبالتالي حضرتك مطالب إن أنت تقدم محتوى جذاب ومختلف ومتنوع ما بين النص المكتوب بشكل محترف وما بين الصورة المعروضة بشكل جذاب جدا.
وبكده نكون انتهت محاضرة النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم على خير في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.